باشرت دوريات تابعة لمكتب مكافحة تهريب الوقود بالإدارة العامة للبحث الجنائي من مستودع راس المنقار في الإشراف على عملية توزيع الوقود الخفيف الديزل على المحطات الواقعة داخل نطاق مدينة بنغازي وكافة المناطق الشرقية. وجاءت هذه الخطوة بناء على قرار وزارة الداخلية بشأن إيجاد حلول لمشكلة نقص الديزل في المنطقة الشرقية ومحاربة بيعها في السوق السوداء. وقال مكتب إعلام الإدارة العامة للبحث الجنائي إن الخطوة جاءت عقب اجتماع مدير الإدارة العامة مع مديري شركات نفطية خاصة نتج عنه اتفاق مع شركة الرحالة للخدمات النفطية على توزيع وقود الديزل على المستشفيات العامة والعيادات الخاصة والمخابز والمحطات في المدن والمناطق الشرقية تحت حماية مكتب مكافحة تهريب الوقود. عقد اجتماع داخل مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي بحضور السيد مدير الإدارة وكل مدراء الشركات الخاصة بتوزيع مادة الديزل، حيث تم الاتفاق هذا الاجتماع بتخصيص بعض المتطلبات الأساسية التي تقوم بتعمل للمواطنين أو تقدم خدمات للمواطنين ابتداء من المستشفيات العامة وكذلك العيادات الخاصة وأيضا مخابز تعمل داخل هذه المدينة، حيث تكفلت شركة الراحلة بتوزيع وإيصال مادة ديزل لكل المستشفيات العامة وكذلك العيادات الخاصة، حيث تم تخريج مقطورة من تابعة لشركة الراحلة بحماية دوريات الإدارة العامة للبحث الجنائي من أجل إيصال هذه المادة لكل من يستحقها ويستعملها بشكل شخصي. وأضاف مكتب الإعلام أنه تم الاتفاق على وضع آلية لشركات نقل القمامة والخدمات باعتبار أن مادة الديزل تعتبر مادة حيوية ومهمة في تقديم الخدمات من المياه والصرف الصحي ونقل القمامة والكهرباء وشركات صيانة الطرقات العامة داخل البلاد. بدوره قال عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة عمليات التشغيل بالشركة الرحالة للخدمات النفطية إن أزمة الوقود بدأت في الانفراج منذ استلام مكتب مكافحة تهريب الوقود بالإدارة العامة للبحث الجنائي ملف توزيع مادة الديزل، وأكد أن العمل يسير وفق إجراءات مدروسة وحرص الشركة على توزيع مادة الديزل على المستشفيات والعيادات الخاصة والمخابز بشكل أولوي، كما سيتم التوزيع على المصانع في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى. يعني حسب التنسيق اللي سير حيصير حل في المصانع الحيوية، لأن مصانع لأن نحن بحاجة لهن، أو المصانع المفروض يشتغلن زي تعبئة المياه المعدنية، هذه المصانع مهمة يعني كان وقفت في ظل تلوث المياه اللي توه نحن مشكلتهم. ممكن المصنع ما يشتغلش بالديزل، لكن مشكلة السيارة الناقلة أو السيارة الموزعة تشتغل بالديزل. هذين متوقعين إن شاء الله في الفترة الجاية هذه حنا نديروا لهم حل. في المقابل قال مندوب عن الاقتصاد إنه تم توزيع 40,000 لتر خلال يومين الماضيين على المخابز داخل مدينة بنغازي بمعدل توزيع 500 لتر إلى 1,000 لتر بحسب قدرة الإنتاج للمخبز، مشيرا إلى أنه خلال اليومين القادمين سيتم توزيع الوقود على مصانع الحلويات، كاشفا عن وجود اتفاق مع شركة البريغا لتسويق النفط والغاز حول توزيع بداية الأسبوع القادم كمية تقدر ب300,000 لتر وذلك بشكل أسبوعي خلال الفترة القادمة.